اختار ان ابو فهد اختيار كان فيها بعد صوت يا لا انا عندي بس القصه القصيده هذه فيها هي قصيده وحبت تتغزل وفيها كاس خمر ممتاز ممتاز انا اعتذر من الشيب اخواني الكبار هذا وانتم طوى كبار عمر كبار اذا بيسمح لا هذا ضرب امثال هذه مره اي هذه تعرف يحسبون مطوع ما يجيب الخمر ما يجيب يجيب الغزل يجيب الغزل احنا خربنا احنا طمرنا مطوع قلبه خبر يقول في البدايه ببتدي باول كلام بالتحيه للرجال اللي احشام عد منه حج واحرم بالحرام يا كفان الله زمان مهولي يلا اذهنوا يا ناس اقروا في الكتاب وعرفوا مدخالكم نيات باب يا هني المتعب ذكر العذاب ذاك رجال بليله يعملي اعملوا يا رجال بليل ونهار اعملوا من قبر اقر القرار في نعيم النوجحي من وسط نار اعرفي يا نفس توبي واصملي هاني يا ناس من هو لي مصير هاني الربع ذا القبر الصغير والله انه لي ولا عنه مطير اغبر الذنب فوقي محملي في القبر بيجيكم ملوك وملك نجنا يا الله يا مجري الفلك ونور بقبري من الليل انحلك وقفنا يا الله حري غلغلي في القبر يا رجال سينم مع جواب يا اله الكون ادنا الصواب وقفنا يا الله طيات الدواب حشر يا رجال بيوم طولي والحساب الى جنه وجحيم واجمعنا رجال اطفال وحريم ثم حط النصراط المستقيم وتعس منه يا رفاق محولي ثم حول في نار تستدير لا منها لا مخرج ولا مطير وش تبي منها لضا ولا سعير ثم اصبح في حجرها مسلسلي راعي الاثام والجرم الكبير لا يملك لا خليل ولا شوير ثم خلي في العذاب وذا المصير والله انه في السعير مهملي الله باقي الجنه واوصاف النعيم بس اسمع يا فتى وخلك فهيم جنه يا ناس خالقها عظيم كاس خمر صوت بنتي هلهلي في الختام اقول يا الله يا معين تفرج العبد المسافر من سنين والله انه في خطا نفسي يبين ذاك ارحم عبدك ما الولي الله 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 سلام يا سلام صح لسانك صح لسانك ما شاء الله تبارك الله وش الابداع